السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عصام، والنهاردة إن شاء الله هنكمل مسيرتنا في لعبة WWE سوبر كارد سيزون 4. أول حاجة عايزين ناخد جوائز البيبر فيو الوار، جالنا 1090 سي بي بوينتس، وجالنا باكج ليفل 3 بلانتيم. شفت طلعنا فيه ايه؟ طلعنا فيه 3 التيميتس، سامي زين، لوك جالوز، وكريس جيريكو. تمام، ونقدر نرفع 2 من الناس الكروت اللي معانا. طبعا انا حاطط فاندانجو، احط معاه شون مايكلز. تمام كده، حلو جدا، دون. تمام، عندنا باك هول اوف فيم بتاع تسجيل 19 يوم، نفتحه بسم الله. جالنا 150 كريدتس، وجالنا كارت راس المية 33، مش هنعمل بيه حاجة. كانت من هارد لكولايت، كان وصل 133. طيب الباك بتاع 26 يوم هدينا ميل من مونستر لسامر سلام 18، وفي ميل من بيس لجولايت 200 كريدتس. طيب انا خسرت نهائي كينج اوف ذا رينج، وده الباك بتاع المركز الثاني، جالنا في تريبل اتش راس المينا 33، وفين بالور سامر سلام 17. زي ما انتوا شايفين خسرت النهائي 3-0. طيب نبحث تاني عن كينج اوف ذا رينج، هل في حاجة تانية ممكن نعملها؟ الفيشن تشامبر لسه فاضل عليه 5 ساعات، كارت راس 133. طيب مفيش اي حاجة نعملها، مفيش ايفنتس، ف نخش نلعب شوية رويال رامبل. سي بي ستور هيتحدث بعد 11 يوم، يعني مش هنجيب اندرتيكر. طيب نشوف الترتيب، هلا اول واحد جاب 8000 نقطة في اول يوم، هل ممكن نشوف الترتيب؟ يعني ما تقريبا مش عايزين نشوف الترتيب، الترتيب مش عايز يحمل، مش عايز يحمل. طيب نخش نلعب. اه نسيت اقول لكم، امبارح فتحت باك من اللي جولي لتأهلي، كان تقريبا عشان تأهلي لنص نهائي كينج اوف ذا رينج، جالي سامر سلام 17 كريس جيريكو، وكان عندي منه واحد فعملته برو. نخش نلعب شوية رويال رامبل لأن مفيش غيره، ده كريس جيريكو البرو. طلع تايلر فيت، نحط له كاريزما، اندرادي سيان ألمس، يطلع كريس جيركو، ندخل فاندانجو، فاندانجو يطلع اندرادي باور، فاندانجو يطلع برو سترومان توفنس، فاندانجو طلع
رينو تافنس فاندانجو يطلع من هيث سليتر. طيب بوداليس يطلع هيث سليتر. ويطلع ايجي ستايلز. وهيطلع بوداليس دلوقتي طلع من زميز. ندخل شون مايكلز أقوى كارت عندنا. يطلع جي أوسو. أوكي رومان رينز تايتن برو طلع شون مايكلز. طيب احنا في أزمة دلوقتي، احنا في أزمة كبيرة كده، نخسر المباراة. الحمد لله جاب سبيد، كسبنا المباراة 7-2، خدنا 81 نقطة و8 سي بي، ده اللي بحبه في الرويال رامبل جدا. انا ان شاء الله طول ال6 ايام هفضل العب الرويال رامبل ان شاء الله. الفوز يديلك 8 سي بي بوينتس، في الوار كنت باخد 4. دي حاجة حلوة جدا، و12 بيكس كمان. بصراحة الرويال رامبل هو احسن بيبر فيو في اللعبة. مع المركز ال12 نلعب رويال رامبل كمان. لان مفيش حاجة تانية نعملها في اللعبة غير الرويال رامبل، مفيش تيم باتل جراوند، مفيش اي حاجة. انا كنت عايز اطلع من التيم بتاعي، صح، عايز اروح لتيم تاني. ريزار كسب ويكسب تاني. تلو كاريزما مفيش غيرها. راندي اورتن، لا ده بيج اي طلع ريزار. وفاندانجو خش على بيج اي ويطلعه. فاندانجو ضد مين دوت؟ مش ملحقتش اشوفه. طيب كاريزما شيلتون بنجامين يطلع. باور تطلع بيت دان. تافنس طلع سامو جو. باور باور و آدم كول تايتن برو يطلع فاندانجو. شون مايكلز يخش على آدم كول ويطلعه. سبيد ضد فيلفت ان دريم، شون مايكلز يكسب. باور شون مايكلز يكسب. سبيد شون مايكلز يكسب. اخر حاجة تفنس شون مايكلز يخسر فيها. خسر شون مايكلز. كسبنا المباراة 9-3، خدنا 8 سي في بوينتس.
طيب بقيت العاشر، انا كنت عايز اطلع من التيم بتاعي بس ما كنتش عارف اطلع عشان تيم روتو جلوري كان موجود. وبكده نختم حلقتنا النهاردة من WWE سوبر كارد سيزون 4، ونشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.